انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لصلاة جماعة لرفع فيروس الكورونا. السؤال قاصر، إنما الذي ينبغي أن يقال إنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت دعوة ما ندري من الذي دعا إليها، وهذا له تأثيره، أن يجتمع المسلمون كلهم يوم الثلاثاء في ساعة محددة في العالم كله لصلاة يدعون فيها ربهم بكشف مرض الكورونا. وهذا الصنيع لم يرد مثله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد أن تقنطوا في الصلوات يا أهل الإسلام. يقنط الأئمة في الصلوات، أما أن يخرج شخص يدعو إلى صلاة العالم كله على صلاة ويتبعونه فذاك سبيل غير مسلوك، وقد وقع الطاعون في زمن الصحابة ولم يحدث أن عقدوا صلاة مخصوصة، فلا تسنوا سننا ليست وفق الكتاب العزيز ولا السنة المباركة. فلا تتبعوا من يدعوكم إلى شيء لا تعرفون أصله من الكتاب ولا من السنة. الوارد اقنطه في الصلوات، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في النوازل عليه الصلاة والسلام، قنط قائلا اللهم عليك بالرأي والذكوان وعصي عصة الله ورسوله، قنط وقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، كان النبي يدعو الله لهم. لذلك بارك الله فيكم، المشروع عندنا القنوت في النوازل.